الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعين كل حجرنا أحكامتي قبل قبيسيقا سلدي ودن بيسير وكان لي إنه يوحي كصاب صنايد قبوغ أوغي قفكو إنه وقب قبيسان كرو لكن واهدو ويوحي بياكو كلايو أما بس ويوحو حبناها كدوكسيو كبيها قبوكو ميرو أما الدوكسين تباني أنفعهين لكن هدوها ليوحو بياكو كلايو أما وحو كدوكسيو قبوكا بياها كعليني قبا قبيسكو مبنانا بيننا عانا مسألة سؤو الدليل حديث كي عمرو بن العاص يغو سفر كجرا ايو قبو وكبقاي كدبو غبا غبايستاي سوو دريشداي آيات القران كا الهو ولا تقتلوا انفسكم نفتي نهدرين واهلاقنا مركي دنبا يو قصدا رسولك عليه الصلاه والسلام شيغاي ان اساس دحداي رسول كون ارنت نو عاسيه كوما قبسن او خلد باد سميساي كومور ويقضي بروا قلين يا المتيمم كجبجبيستي للبرد قبو أوجي وجبجبيست وايو قبو أوجي لو جبجبيستا وعذر دار نادر وي غفكين وايو حبيا كو كلايو أما بس وايو حبني سكو دكسيا وارين انت بدن عن دعين قاعدتنا وحيا هيد غفك أوجي جبجبيستي عذر دار نادرة صلاة دي قبل قبل سجى وكنت كذاي إنه دي بس علينا يو قلينا قف كوج قبل قبل استي عذر دار بدن وين بدن دعاء سد حنون أوجي أما بس إنه بيواي سجى سفرة كان سنة صلاة دي وقبل قبل سجى كنت كذاي إنه أنا كسر علينا هين أيه نشاجن مركا كان قبل أوجي قبل قبل استي وحوق قلينا يا إن بيا وحلو كلية لوايو أما هو حبناها لقود دوكسيو مكبيها قبول لقود مايرو أيان انت بادن دعين مركوا عذر دار نادرة دي لو قبا قبيستنا صلاة دي قبا قبيستنا لقود تكدهي والقود سعلينيه والمتيمم ويقضي واقلين يا صلاة دا المتيمم كي قبا قبيستي العاصي هامد إلهي كو عاسيي بسفره سفر كيس إلهي ميد عاسيي بسفره بسفره سفر كيس سابت وهذه حويان وبيبوا يحسن بيبان تشرين دبعتنا انتو جبجبيستو جبجبيسي غاسي وكنتو كدو وايو جبجبيسي هو رخصة وهي رخصنا لغو ما هيلو معصية لغو ما هيلو حدوسة بيهليو او حنوصان يتصالحان انو قبا قبا استعوى بنانا اما هراد بو كبقيا بيهونا وقوما وضا في اللعب تانيو ويسو ورادو سفر كيساني سفر معسيه انو قبا قبا استعوى بنانا حو يهلي ديها طوبات كانو معسيه داكا طوبات كانو انت هدويد بو قبا قبا استعوى بنانانا يا العاصي بسفرين وحلوغة جيدا من أنشأ السفر لأجل معصية سفر كبوحي وصفرية سفر كليفة يبوارين معصية سيلو خبر سعب وصفرية أمينو سوسينيس أمينو وحصوحاد أمعيدين ودلو وفكاسي مي يالان أيو رخصده سفر كلقوه لي سيل صلاة دي لقابيو رمضان تي لافرو إن وحويان جب جبيسكو وبنانا هذا سكو بيه هلايا عذر دار كلا أوجي سينو هرات كبقاي أما ينو حنوصنا يأكله رجع صلاة دي وكنت كذا جب جبيسك مركو بيه واي وكسر علنيه وايو نوح عودا إنه كتوبات كانوا مع سيادة نعاس مركنو حنون كهيو أما هرات وكبقايو
marka kalena dee waa macsiyo macsiyo markaa ku heli maayo ruqsa ku heli maayo faslun haddii taa laga yimaadaba dee taa waxaynu ku daraynaa waxaa shuruuddii markaa ka mid noqonaya gebagabaysigu ku banaanaanayay in qofkaa gebagabaysanaya aanu ahayn qof ku jira safar macsiye ah waxaa kaloo shuruudda ka mid ah hore aynu soo aragnay inuu qiblada ku garashadeeda ku dadaalo intaanu gebagabaysan faslun ay fi lxaydi wannifaas fasalkan wuxuu ku saabsan yahay axkaamta dhiigga xaydka la dhaayo dhiigga nifaaska la idhaahdo xaydku waa dhiig markaa ilaahay dumarka uu ku beeray oo raximka ilmagaleenka halka ushaysa ka yimaada calaa sabiili six si caafimaad qabana uga soo baxa waqhtiyo gaarana ka soo baxa waxaa ka duwan waxaa loo yaqaana damul istixaada soomaaliga in la dhaha dhabar furanka waa dhiig markaa calaa sabiili cilla isaga u soo baxa wuxuu ka soo baxaa xidid ku yaala afka ilmagaleenka caafimaad darra ayaana keenta ka saddexeeyaana waa nifaas waa damu aladii yakhruj caqib alwilaada oo dhiigga soo baxa umul dabadeed gabadha umusha ilmu uu ka soo dhammaado kaasna nifaas baa la yidhaha marka nifaaskiiyo xaydku waa isku axkaam waayo dee dhiigga nifaasku waa xayd ururay un oo intii uurka ay lahayd xaydkii markaa aan iman oo ururay un weeye marka axkaamtii xaydka ayuu leeyahay waana hore u soo barannay da-da u yar ee gabadha ay ku xaydi kartaa inay tahay sagaal sannadood oo sannadada bisha loo tiriya ah oo taqriibiya macnaa sagaalka sannadood inay ka dhiman yihiin inuu ka dhiman yahay waqti aan xayd iyo nifaas xayd iyo duhri wada qaadayn aqal alxayd iyo aqal aduhri aan wada qaadayn waa 15 cishee waxba dhima lahayeed waa taqriibi marka wuxuu yihi waa aqalu lxayd ay waa aqalu zamani lxayd xayd waqtigiisa inta u yari yowmun waleyla ay qadru yowmin waleyla waa habeeniyo maalin in la qadira 24 saacadood waa 24 saacadood oo xidhiidha markuu dhiiggaasi socdo ayuunbuu xayd noqonaya dee 24 saacadood markuu socdo in ka yar uu socdo uu go-o xayd maaha oo salaadii tusaale ahaan ay daraaddii uga tagtay dib bay u qallaynaysa way waxaa caddaatay inay salaaddu waajib ku ahayd oo dhiiggaasi dhiig xayd baanu ahayn marka marka leeyahy habeen iyo maalin looma jeedo inuu habeenkii bilaabmo oo habeenkaa uu socdo maalin ka dambeeyana uu socdo waxaa loo jeedaa un habeen dhexdiiba haba bilaabmo ama maalin dhexdeed be 24 saacadood oo xidhiidha in gabadha waxa weeyaan uu ka yimaado waay haddii intaa uu ka yaraado muxuu noqonayaa wadamu istixaada waa dhabar furankiio soomkii iyo salaadii ay daraaddii uga tagtay dib bay u qallaynaysa wa akharuhu muddadiisa u badanna 15 yooman waa 15 maalmood oo haddii 15 maalmood uu ka bato wixii 15 maalmood dhaafsiisani dhiig xayd maaha waa dhiig dhabar furan oo salaadii iyo soomkii iyo uga tegi mayso wa gaalibuhu ee gaalibu lxayd xaydka intaa gaalibka u ah sida badan uu noqdaa 6 waa 6 maalmood aw 7 ama 7 maalmood waxaan oo dhanna daliil gaaroo sheegay ma jira baynu nidhi waxaa lagu ogaaday bil istiqraa dumarka xaalkooda markii loo kuurgalay ayaa waxaa la ogaaday gabadh sagaal jir ka yar oo xaydaa inaani jirin xayd habeen iyo maalin ka yar inaanu jirin gaalibka ama dumarku see u badayna inay tahay inay bishii 6 maalmood ka xaydaan ama 7 maalmood wayaxrumu waxaa xaaraana bilxaydi xaydka sababtii waljanaabati janaabada sababteed asalaatu salaada waaltawaafu dawaafka kacbada lagu dawaafo wamasu lmusxaf kitaabka qur-aankaa taabashadiisa waxamluhu qaadistiisa waallubthu nagaanshaha fi lmasjid masaajidka dhexdiisa lagu nagaado wa qiraa'atu lqur'aani iyo qur-aan akhrintii biqasdi lqiraa'a qur-aan in la akhristo iyadoo akhrintaa loola qasdiyey marka
جنابه يدا وحا حاران كن قضاء أما السبب تدمرك حاران وصلاة فر الإيه السنة دواف كعبة لغو دواف فر الإيه السنة كتاب القرآن كتاب شديسة قادس ديسة كنا قان شاء مساجدك يا آخرين تا قرآنك حيث كنا لحدة ولو داقة جنابة مركو ليه بقصد القراءة وحولة جيدة سوغو مركو آخرين ايه كلمة دها قرآن وآخرستو وقصديو نيستي اما قرآن يدعو لبدا ود نيستي قرآن يوحك لود نيستي لكن قرآن آخرست الشهد دانو نيون اتصالهان وعيد كواني نيو صداو كو آخرين آيات دي اما بسدو كدو عيسان يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ايو يساقو جنوبا اما قبرده وحيد له اي اخري يدون واخر دعاني وقصد حاران كما اتاس اعوذ بالله السميع العليم اما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اياتر ام جنوبك قرآن واخر استوما قصدين انو الهي شهدين تشيركو ده كما قلوم بو قصدي بسم الله الرحمن الرحيم أي ويركي جنوب كاما قبل حيث كلاي قرآن لما قصدين ذكره سوليغ لغو قلي أي أولا چهدا أما الراشين كذكره لغو بلابي بسنك لغو بلابي كاسي حاران كان نغر مايو واي واعترا وحيا ومر كاما قبل حيث كلاي حاران كا وقفك جنوب كان حاران كاين ويحرموا حاران كا على الحيث قبل حيث كلاي وحدا كليد حالاي تاي وكجنوب كانوا لو ذاقين الصوم بحارانكا وفرل إيا السنة ونما السوم كرتو حديا إيا السوم استمركا عبادة ونييسة إيا الصوم كمركا عبادة وكدن باب السابة والصوم كحاران بكي ورسول كوا كريا ليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم يعني هين روح الدمر كي تمركا حيدا أنتو كرين أن صوم هين حديثة بشه رمضان اسكد يسوى حبيب الصوم كتبين كروا الصوم عبادان ونيسن تاسليب ملاد اللي كان الصوم لقوم مقعاب مر هدي النية دي كم غنتي وعبور المسجد يبقى حاران كمساجد كم إن يدح مرته إن خاف ضدي كبا قد توي تلويثه وسخين تيسة بالدم دي جاي قوة سخيسه مساجد كنا دافدي سلا إلى النية راقف كجنوب كاي مساجد كوارح مري كرا الباب كان تو كسر قالوا كاك بحكرا إنه دح استاجوا أما دح فريستا أما دح نقدان لو قرين قبل دح حيد كلينا وصاص وكله لكن يدو مساعد كير دح مرتوا لو ما أقرا هدي أي كبق يصير وح كذا داتان ونضاف ده مساعد شد كأي لا إلى لينه يدو قرا ما هقف كستو وحن ولا كسره يودي نجاسة أما مساعد كوسخين يوطى سيد كانوا دحمروا الله ما أقوله شربات ده أوريابو قشي سيد كانوا دح شوقي إسكده أي حتى أنتوا الباب كسر قليل وكاك بحال الله ما أقوله اللي أرتي إياه نضاف الدردو بسيد كي تجيء أما وح باك الدعاء نيب وسك باك الدعاء نيب سيد كانوا دحمروا الله ما أقوله والاستمتاع بحرانة قبل ده حيد كله إن لقول راح يستو وفي ما بين السرة والركبة شيلب كي حضورته أنت وده حيسين لقى راح يستو، وبمعنى الله ثابته. شيلب كي حضورته أنت وده حيسا إنه نين كي ده ثابته، أما كي يا دون تواهي لا ما قلا. وهاك لو استمتع يسوق جليان إنه أجو أنت أو كأجو، أجمع إيشا ولا صعته، ثان الله ما قلا بين هذا. والجماع قال مادي. في الحيد حيد كله حالا يدعى من الكبائر الدمية ده وين بكميته قبل حيد كلي نين كده حرام بكته يسألونك عن المحيط قل هو آذن فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن بقول الله سبحانه وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ويكون يدير يعني حيد كواحد ترى هذا ودب قبل دب كوياي نين كوادو حالا ده قبل لا معامل هذا إذا تعرف ما تبكي سو جالس
مركها ودوانين كذا يراد الضمر بمعنى قلمدو ذا كفق هذا مرك حيد كليين هو ندوانين إلا وكجوايا ولي بقى يميران يال حتى يطهرنا معنى دو إلا وكجوايا ليجو فإذا تطهرنا نوا إنا ميدان لبدو ولا ولا ربع رجع قبل حالة ذا كتيرتني كادو قلمدو دم بوين بوكو داعي دم بيدو وين كمدا ويجب وحواجب كوا عليها قبل قضاء صوم رمضان صوم كل رمضان حالة دا كلها في إرق الليس دون الصلاة الصلاة دمية وعائشة قبل باو تيمي وحي كتري محار دعاية قبل دا حيدا صوم كايو قلين الصلاة دنان يو قلين وحي كتري عائشة كان يصيبنا ذلك أرن كاسون قد عجر وقت النبي فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة صوم كان نقلينا بان الفريجري صلاة دينا نقلينا الفريجري تاسر رحمة دي لابي كمت وهي الليح عشو اما تضبع عشو اما الشن عشو سلادو دوي بضانيا لكن صوم كوا بل سنت كي بشاسي مال مكحي ديسا كاقلي ووفدو دي ولي بدأيني مركبة قلي ساناني واجب كويري إلا رمضان تكالي صوص عطين تكور ريسا ودن بي فرصدوها يستقلاس وإذا انقطع الدم ليق مركو قوه حل الله وحا حلاله قبل دي الصوم صومك قبل الغسل انتاني ميران ساسوك لحل طلاقها إلا فرانه وحلال وارمان قبل دا حايدك وكحار انتمين يا الله بقي بدوي قيبتك وضوح يتاي الرمو حاران إلا ليق قوه اي ميرانس والصلاة دي والدوافك والتاوشد مصحفك وقادس تيسي رماها صدامي ساسو كلاوة قلمدي استمتاعي إلا ديقو كقو أيو ووليبا أي ميرانيسو رماها سوى قراءة القرآن كي حرام بكين نوع لبادنا والنوع مرك ديقو كقو أياني ميران بي وبناناني وصومك يدلاق فرنينك وقبل يضع حيد له نينكو ينو فراء وحرام بي نينك كتح لكن حيدكو مركو قوياني ميران بي فرنينكو بنانانية قبل يضع حيد له ينو صومتا حرام بي كتح لكن حيدكو مركو قو ياني ميران بي صومكو واجبو كنغوني واقوم ولي برينا دو ليقي كقو مالين كايني صومتا واجبو كنغوني حتى واقو باهو بري يضع ولي آن ميراني ودلاقة هي الصوم ما يرشدو شردو معها وحشردو وقرا انقطاع الدم ليقوين قوه ويحرم وحا حارنتي موبيا بالنفاس ليق دل مد السببتي ما يحرم وحا حارنتي موبا بالحيد حيد كسببتي وانغي نري لبدا سوا اسكو احكام والنفاس النفاس هو يسقو الدم وليق الخارج يصبح بعد الولاده قبل مرك أموشو كدي ولهذا نوح لو قد فراغ الرحم من الحمل جميعه وين المجالين كيدو وكمر نادو وحي كتشيري أوردان انت دي قيمة دالر نفاس وديت صالحان متانا سيدو وميدا أموشو كيك الولي وكتشيرو دي قصوب بحي دي نفاس معها وهي ولي رحم كيدي كمامر نان حمل جيوركي ولي ميدبا كتشيري ها ديغا سيرو خو ديغ نفاس نقريا مالينتا ومشبركه لغا بلاابو 15 معلومات كهور انو انتار 15 معلومات تگين انو ديغو ييمادو مالينتا ومشكه بلاو 15 معلومات انتان دمان ديغا كييمادا ايون با ديغ نفاس مالينتا ومشي 15 معلومات ديغ بماي لاهين مالينكي لحية طبنات دي كيمي دي نفاس مع دي قاس حون غنية حيد بون غنية يوح دي على مدينية دي كلانا دي استحادية وحب غنية هلك احنا قلنا لما هذا كتاب كي كورمية طهارة وحالك انه قبل ما هي كتاب كي كورمية احكامة صلاة باب الصلاة بولي صلاة دو القدع عربيات والدعاء ولي بخير مركل قدو عيساسي قارة الصلاة الله يرادة
وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم ودعاء ويا المعنيد كانت سكذا كقاعدة شرعي أن وأفعال وأقوال صلاة واحدة كوبا أنت فعل الله قيام كي ركوع دي سجود دي فردي يا وأقوال هذا الله آخر أنت فاتحة الله أكبر تي آخر أنت فاتحة تحياتك صلي النبي عليه الصلاة والسلام يا ذكرتك افتتح بالتكبير تاسو كبلا وانت الله أكبر كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح الصلاة بالتكبير قالت لعائشة وحكوا الرئيو ورنشي لمجر واختتم بالتسليم وكبلا كل ما تا سلام نقصي السلام عليكم إلينا غالبا وسيدة غالب كي ساطح وعليك كرتقفك الصلاة دي سأقوالي بينا لكتشرين وأفعالنا يتاعي سأقفك وحبا أخري كريم أما الصلاة دي سأفعال بإنان اللهين أقوال قرائتين لكن سيدة غالب كا تدكو سيو بدين صلاة دو دو أقوالي أفعال هذا الله يفعل أيك كوابان طاي صلاة دا أمركا صلاة دو أتير كمية تيرك إسلام كا وانا شان صلاة دوت صلاة دا هبين يمالين كستي فرال كا فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة وكرسولك معاد كو يري قولدا اهل الكتاب كي يمن دغن مركاد او تكتو هدي اشهاتان او شك انو الهي كفر ليلي شان صلاادود او هبين يا مالين كسته لتكنيه و خوري الصلوات صلاادها المكتوبات يا كوفر على هبين يا مالين كسته 5 مركا اريغا المكتوبات انت بدن فقهادو حي استعمال قران فقهاد الشافعيه شنت صلاهوده هبين يا مالين كسته فرلكا الا صلاه كلو فرل با جيره لكن هبين يا مالين كسته ما فرل صلاه قفكو كو ندريو كلده فرل بيكون غارس صلاه الجنازه يدن وا فرل لكن دو امرك ميد ويال فرض عين ما هو قف كستو مير قبو قان غاره صلاه لو واجبيه ما الضدك إن كميدة دي ميدة كنت كدار انتي كالدين بقوة كدعية وحلو تقديم الصلاة الصلاة دي إلا قهر مريا على وقت أو وقت جيدا وقت جيدا سوء قليل لتكدو يو تأخيرها دي بلغيستي دا وقت جيدا أو بحيل لتكدو ويو تأخيرها دي بلغيستي دا عن وقت وقت جيدا لقد دي بلغا بغير عذر عذر دار الآن من الكبائر دين بيدا وهوين متكمدوي صلاة وفر الإلهي وقت ويالي وقت قاس ونسوق قلن لم تكن كرو عذر دار إنو تشرم ويالي عذر دار كيب بنينا يجب تقديمك صلاة دي وقت قد لقى صور مريم وعصر كي وقت قد دورك لك كان عشاء قد وقت قد مغرب كان لك كان إن وقت قد لقى ديب لقول ليس كد أيتو كشد إذا إلا وقت قد وبحي وقت قد مركو بحلتو كدانا عذر دار لان يدو ندن بيدا ويبكمت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أبو الإلهي وفرل واختياسا كبيرا وحل الأداء والدم بكستاء وعد وحويان سميسا قد أذك لو شيء في القرآن وإن العقابية الدودة لقو عقابية أما آخر لقو عقابية أما عقاب لقوة كبية حد حد الزنا وكلاء أما بس وحوية لأن عضلي قفك السماعية أما إلهي وكبرين نقضي أما رسول وكبرين نقضي هذا هو ما حيعدر دار رضا بنايا صلاة دا وقت جيدة إلا قد يبلغ هورين وصبر نقار كميدا كتاب كورين نقار كصار وأعذار الصلاة 2 أيو الكتاب كوري صفينو عدر دار رضا صلاة دا وقت جيدة إلا قد ساري كرا قفكو هادو كغا سارو انو دمبابين والله با هي النوم والنسيان وهردد هي الوغ واي هردد غورم يقفكو خوردار نوقريس هادي صلاهي كو دافتو شروط باي لهيد هي وقتي يدون سو غلين ادو صحي تانا هردد ساي لا تكتو وعذر دار الدنباب مايو قال له هنا فورا مركو صوته سبكو واجي ما يدبو ديغان كرا قلا
هي حالة لبعضنا وقت جيد وصوغ قال يا دوس يحضر هي لكن هو بدين أيه إن وقت جيد وإنه كتو كذا وكار سنت هاي وسوتو سي سيدو ده هو برتاع عادي سعيد أما عد بود ده بالانس ده ويري وقت جاي توسيع راكاسين واحد جابينه ما تسمين هرداس عذردار بين غرس قور ماري هرداس عذردار غرين هاي وقت جيد يوصل قلاي بو سحر الصقان الصقان رب دين هين الوقت جو ولد شو جو كعيا عذردار كاه هرداس وما عذردار وما معناه ضامح صلاة ده وقت جيد ونافي وكدن بامية دم بالو قريه والطلبات قليها دون فورا بوجوا تبي سلام ركا مركو كعبة عذر دار بيوتها معنيه دوام حي يعني صلاة ده وقت جيد وكساري هردوه كنا عفتي كدن بابي ماي قالوه رم ركبة كوا تبي ما يدبوه لجيه وقالوه سيد السبع قاعدان وقاضوا فورا بوجوا تبي يعني سيد دق دقة حدي قفكو عذر دار لان وصلاة ده وقت جيد كساري على التراخي بوه تبا وديب لغان كراقفكو هدي عذر دار اوغي وصلاة ده وقت جيد وقصاري لابدا سوك ليه يقلو عذر دار كلابات محوا النسيان إلا وغي صلاة دي بو إلا بي وقت جيد وصاكو بحي قورمو إلا وغي عذر دار نقوني ودن بيو كقدعو هي فورية القضاء إنو قلوه مركبة كواتي ومركو حوستبه كواتي سنة شروط بولها كتاب كوري الكسوش هكذا هيه ها وايرانو شيء حارانا اما مكروه شيء اللي يسود ديدي وايرانو الا وقي سكر دلال دو حارانكو مشغول صنا وخمر ميس ايكور اما وخمار عياري وتاو كوي لابي سلادي الا وقاس عدو دارو نغن مايو واح مكروه دو سلادي كوي لابي لو اللامد ويراوح مباح وحلالة ساشقو ادقو وهيي أيو صلاة دي كوي لابي أما وحكا لو عبادة بس كتبو الدالعاني وعلمي بو مركان راعاني تاسو كوي لابي صلاة دي مركاسي عذر دار رغنس لبار رموضو كلا ايات شراء او يقونا عذر دارة لبادي وراكو درسو الجمع بين السلاتين هدي لبادي صلاة دو تشمعينيو وصوابتي تشمعين تلقاها لايدي ومسافرو ظهرك ايو ربا وقتك عصر كينو تكو ساسو نييست دي بودوغيستا دي عذر دار بو هايستا صوما وحيضنا لمي دالي كراه دي قفك الله خصبه ولغو خصبه انانو تكن ايضا لفت يدنو عذر دار قال سويدين كراه وخصبي تانكو سيدو نقون كراه عذر دار اللي قفكو دي حبنيه سونا لحلعاتا قلبي وكنتو كن كراه قفكو حواجب كوا انو صلاة دا قلبك يحبنيه دا بكتو كده صامة او قيام كي الركوع دي سجود انت بدأ ولا يماد هدو تاكري وايو صلاة دو نييسان ايا عانينو تاقيني كتو كده ايا فرالا هدو كري وايو فردي كتو كده هدو كري وايو تشيف كتو كده هدو كري واي مدح كو اشاره الركوع دي السجود دي مدح هدو حتى كو اشاره كري واي بادت كاسو كو اشاره عنده ركوع دي السجود دي هديو انت انا السمين كري واي حتى كو اسال شقينين قلبي كو صلاه دي كسوريسر يا ميرا وقفكو انتو نول يا هي او مير قبو صلاه دي كدحمس وانتو كان كري واي وحل رداه ما جرتو سيون بادو تكن كرتا فكا غفكي سيالو خاص بكرا هدو إلا قلبي يكت تكن كرا وحي ليهين وحي كسور تودا تاسي إن لغو خاص با وحي سلاد برين آيي إنو الصمايو هلو كت تكن لما للي وحي سلاد برين آيي الصماي تاسا لغو خاص بيها بصالة حال سلاد كسور تودا بيدا دار وايي
halkan wuxuu markaa ku sheegay musannifku raximahullahu tacaala waqtiyadii salaada. Salaadu waa faral waqti leh, waa awalu waqti duhur buu yidhi, duhurka waqtigiisa u horeeya. Idaa zaalat ishams, waa marka qoraxdu samada bartankeeda xaggaa u dhacdo uga eelato. Ay maalat can wasati samaa, wa akhiruhu, duhurka waqtigiisa u dambeeya. Wa idaa saara, waa markuu ahaado dhillu kulli shayin, shay kasta hadhkii midlo isagoo kale, shay walba hadhkiisa waa inuu leegaado. Gayra dhilli listiwaa, hadhkii joogay markay samada bartankeeda qoraxdu gaadhay iyadoon lagu tirinahayn, hadhkaa leekaaday. Oo mar haddii shay walba hadhkiisa uu leekaado waqtigii idaa markay samada bartankeeda xaggan u dhacdo uga yeelato, waqtigii duurku u soo galay, hadhkaana lagu garanaya hadhgalabeedkii dee rugmado. Oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, waqti duhuri idaa zaalat ishamsu, waqtigeeduna wuxuu joogaa ilaa shay walba hadhkiisa uu leegaanayo. Shay walba markuu hadhkiisu leegaado, waqtigii duurku u baxay. Hadhkaa la leeyahay markuu shaygiisa leegaado ayuu duhur baxay, lagu dari maayo hadhkii joogay markay qoraxdu samada bartankeeda gaadhay ee har subaxeedka ka harsanaa, kaa isaga lagu tirin maayo. Istiwaagu waa buluuqu shamsi ilaa wasati samaa. ولهذا بوري غير ذل الاستواء نبي يقول وكان ذل الرجل كطول ما لم يحضر العصر دور وجوغا الا نينك هركي سو كل كانيو واول وقت العصر عصر كوقت جيسا او ريانا واذا صار مركو نقضه ذل كل شيء شيء كستاركي سو مثل اسقو كل شو مركو هركي سو لكادو او زاد او كردو أدنى زيادة زيادة يا كرر أنت أغير. وآخره وقت جيس أودن بيان وغروب الشمس وقراءة دعيتان كذا. عسر جور مسوق ليا. مركو الظهر بحه. الشيء والبهر كيس ولا كادو. أنت أغير كرري أي هركي كوكرره. أنت أغير أدنى زيادة. وحي لي متشر وقت الظهر كي عسر كو أي وداقان متشره. duhurku wuxuu baxayaa marka shayga hadhkiisa uu leekaado. Marka shayga hadhkiisa uu leekaado, hadduu salaamu calaykum yidhaa, duhur uu ka salaamo naqsado, duhur waqtigiisii buu tukan. Marka lafteeda miyuu mid kale odhan karaa allahu akbar isagoo casar xidhanaya? Maya, waa in ziyaada ugu yare ay ku darsanto hadhkii shayga ee leekaaday. Marka waqti ma wadaagaan bay leeyihiin culimada qaar. Waxay leeyihiin maya, xadiidku wuxuu tilmaamay duhur waqtigiisa u dambeeya inuu yahay marka shayga hadhkiisa uu leekaado, casr waqtigiisa u horeeyana inuu yahay marka shayga hadhkiisa uu leekaado. Marka waqtiga duhur iyo casr way wadaagaano, laba qof baa midna duhur ka salaama naqsan kara waqtiga laftiisa, midna casr xidhan kara. Xadiidka daahirkiisuna waa sa uu tilmaamaya. Casr wuu joogaa ilaa qoraxdu dhacayso, gruubkeedana waxaa looga jeedaa inay qarsoonto oo qursigeedaas uu qarsoomo. وأول وقت المغرب مغرب كوقت جيس أو الريان، وغروب قرص الشمس وقرح ذا قرص جيده، يعني تشرم جيده إنه مقضى إنه قرصامه. وآخر وقت جيس أودا بيان على المقتاري سيد الله الدارتي راج حامر كوحلو لي صو غروب الشفق وي عاد كي وين ودعه عاد كي على حماري عصا. ورسول كوحلو وقت صلاة المغرب إذا وقبت الشمس ما لم يغب الشفق. وقتك مغرب كومري قرع للعضو، وقتك مغرب نو جوغا انتانو عاد كعصي تجن، لم يغب إن لم يذهب الشفق. مركا مذهب قديم كشافعي بصداها انو مغرب كساس صلاة كان لبا وقت لي اول وقت اخر وقت، وقتك اسو موسعي وبلاري. مسألةً واحد كم يتهاي مسائشة تضمية توان كمسألة قول كي قديم كاي شافعي لقاطي الجديد كي لقيت تجي سيدادين وهاي الدليل بره شحي قديم ك الحديث كابن عمرو بن العاص وآخرين مسلم وري سأصحدن واحد ويا الجديد نواطعه
وشافعي انتو جوغي بغداد حق حقا مصر اينو تجين وحيو فتوده با قديم لرادا مركو بغداد كيمي عراق مصر وتجي وحيو فتوده محل لرادا جديد با لرادا وده مسايشي اجتهادي قاهيد ايا موقف كيسو ويسبدل عيبنا ما هتاس رداني مسالو ده نص قوان لهين حتى ده نص قوان لهيدا هايو عالم كاما الشيخ الدليل كوانو سوى قارد وصيو فتوهدو ايارنتو ولا مقاطي وكادي دليل كوماركو سوى قارو واتي بابي كتينو قول كي دليل خلاف سراكا نغضو عيبنا كوما هتاس في غار كود با علمي رادا سند كورنا ساساد لهيدا سند كنا ساساد ليدي وقو عالم كاما الشيخ فتوهدي سوى يسبدل كرتا أسباب بانا أيسو بدلي كرتا ما هاي سجى دوخي سير عياري مرة سن سكور مرة سن سكور رأي أسباب طبعا كم إذا إن مركا ورصا وفتودي دليل كان أنا وحيد مركا دم بانا دليل كوه هلاي إنه دليل كرعبة واجب كوا أوران مايو بري ورصا نريد بان كوات كيسنا يدي أوران مايو وها كم إذا إني مسألة ومسألة دليل عدل أنا هاي با ومركا ورنا واجتهادو سا ولا مقطعي مركا دمنا واجتهادو سا كلا ولا مقطعي مدنا عيبكم الله مركا ساس صحيحة قولك جديد كشافعينا سنة وكتيرتا إن مغرب كوقت جنس واسعي حديث كانوا كحر الشافعي شافعي حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرعاد بواد كينشري وحر إذا صح الحديث فهو مذهبي مردو حديث كن نبي كسقنا هذا أنا حديث كان نبي أي مذهبه وحي أنا قوان إلي حديث كان نبي خلاف سنة طورة إلا أنا هذا الكي وحي يجي إلهي سودة تيه ما هي حديث كان نبي وحي يجي إلهي حق إلهي كيمي مسألة أنه وحي إذا صح الحديث قلت به حديثك كو سأروري وقت مغرب كو إنو واسعي ومغرب كو إلي أول وقت آخر الوقت حدو عن صحو السقناده إساقا أنا عن قاتيو إي مذهبه حديث كو نو السقناده مسلم بس صحيح سكوري وأول وقت العشاء صلاة العشاء وقت هذا وراء غروب الشفق عاد كي تجستي سويه وتجوه عاد كي الأحمر يعصى وعاد كعصي مركو ماشى كبحه مغربو بحي عشاءنا وصقله مركا شفقه سي سبوا حمرة وعصانك الأحمر ودر من باب التوضيح وبيراعينا يعني حديث يو حيبا يود ليش ذا نواتر تلاكي وحديثه شفق فصير يو صحيح متشرو سيمام النووي رحمه الله تعالى شفق عاد كعس إنه يهي وحود اللد اللي قد عربية بس داس والأزهري وحيره الشفق عند العرب والحمرة الشفق عربي هذي ترى عسان كي يتقان ساسو كلا الفراء أي مدي اللي قد يهاين الشفق إنه لقد عربات نحن ذي هاي الحمرة أي تلمامين وآخره عشاء وقت جيسا ودن بيا طلوع الفجر وواقي بري جيسا واقي الصادق من رون شيء جياها وهو واقع رون تشيء جيا المنتشر واقع وفافسية ضوء افتين كيسو عرضا قدبهان وفافسية هاي بلرهان ولا بوابة شراء الفجر الكاذب واجا مركا رنتا انا هنا بينتا والسفدي سوامح ومستطيل وساس وتاجيس الدبده ييجا تسوى على مد ولا يوصا وما بلعنا وقوي يكونفر وما بلعنا وافتين يروسا وتاجن افتين كيسونا ما سكر لا وصير هذا ومدوا بكدم بيا الفجر الصادق وكا عشاء وكبا حيا الصباح نكو سوغليا وكد ويسو وافتين سدا وقدبن وقوي يا كونفر وقدبن افتين كي سنه مره مره كدن بيسا وصوب بدنيا القرآن بس هو دوانيسه مركا واغا حك احكام تشريعه دو دمه كو دسانت هي والفجر الصادق وي فجر الكاذب كو حكمه ابي راته كو دسني ما جرو واي مثلا وحود للرسول كوحيري ليس في النوم التفريط هردد قبض في الكومتشر وقفك هذه الصلاة دي أي هردد كو دافتو كو دنبابي مايو إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجي وقت الصلاة الأخرى
كبوطفل يقف وحا سميهي قفك صلاة دي عدر دارلان دي بردقاي إلا صلاة دي كلاي كحكتي وقت قد وصوك قلاي حديث كاسوح الدليل يين صلاة والبا وقت قد وينو تشوغو إلا تكحكتا وقت قد وصوك قلاي هل صلاة بالا قسو الرابية صلاة دا يقرنية هاي وصلاة الصبح لو ما هي صلاة الصبح وقت قد وشوغا إلا وقت قد دور كوصوك قلاي وهي النبي عليه الصلاة والسلام سعد وشاقي مره دي قرح دو صواب بحضو صلاة الصبح وقت قيد إلو بحي وانا بالإجماع علماء دو يسكوها فقين تاس نبي قول حلو وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر وقت قد صلاة الصبح وحو بلا ما مركواقو بريو ما لم تطلع الشمس وحانو تشوقا انتاني قرح دو صواب بحي وحديثك عبد الله بن عمرو بن العاص مسلم كوري سعيس وحلو أول وقت الصبح الصبح وقت قيسة أورا طلوع الفجر واقي بريقي سويا صادق رونت الشيقي وآخير وقت قيسة ودا بيانا طلوع الشمس قرع صبحتان كدوي وأفضل الأعمال يقول أعماش أعمال البدن أعماش تشيرك لك السمعي حبنوا هاي السمعيان كوفضل بضاني المبادرة هو دق دق بالصلاة صلاة دي للا دق دقو في أول وقت يا وقت قيسة أورا يلا السمعي مر الله لأيه مرك وقت قد صوت قلب اللي تكده وأفضل الأعمال البدنية نبي قلنا عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصلوات في أول وقتها صلاة دورة وحد كان شري وقت قد أهو الرأي مركا قور موقف كنا قون كراء قف صلاة أول وقتها تكدي وفضيلة ضاها لي مركا قور ما تكده وعير هذا وحو نقون كراميد صلاة أول وقتها تكدي مالك وقتها تصوك قالوا إنو أسباب تهدي كو مشغولة كدي بنا أسباب تهدي بديدنا يصوك وقت بورد حيسين وتكدو أسباب توامحي إنو الضهارة قاتو والله ورن ما أول وقتها متو كان هدي ويسلام وقت وقو صوك قالي لما ورن ايه ويسلام وقت وقو صوك قالي لكن مالك وقت وقو صوك قالي با ويسيست عوردي سوا أسطوري و اعدامي و اقيمي و تكدي اول وقت يا ابو سلادي تكدي مردو انتاسون كوريسي ها ويصن وحال السنية ها سنهينا ديبا ماشي واكو ترى سني بو تكدي كدبنا فرالكي بو تكدي ويصن هذا وحبا لغا سور ريبيا ومرك قار كود با سيدا ولاك سناي تاي إن صلاة دب لور دقو أول وقت يعني لتكن حال هذا سينو الشيء يوحد ويصن وحل الصنة الإبرادو قبو قليم بالظهر صلاة الظهر لقبو قليم وقت قبونا ذا إن صلاة الظهر لقليم ودب لور دقو إلا كليلكو وشبيو قور ما الصنة في شدة الحر كليل دراني مركو تشيرو ودادكو دي هذا إسرائيل مساعدك يتقع نبايا في قطر قبل دحدين اللي قلت كان يحار كل لمن مدبا الله سنة يا صلاة ظهورين ودبوا لقاء قبونا ده ولا سقوا يصلي تكن يا جماعة جماعة أي في جماعة جماعة اللي تكن يا في مسجدين مساجد نكون تكن يا بعيد فوق قولي لي سكفك عرف يا هان يا رسول كل حد اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر مفيح جهنم بخاري مسلم باوري كل الكمرق الضراده صلاة دب ودقة وقبو قل السجع وهي كلالك دران نفسك جهنم أيو كرش مركا شافعي ذو يقول شروط كلاو أدق بوسي دقة واحد عدين فلت صلاة دب ودقة وينت صلاة الظهر ويسن الإبراد بالظهر وده صلاة كلالك بيجي مكرتا يضع صلاة شمعة حتى هي دب ودقة كرمي لين كلال أوجي وهي يضع رسولك عليه الصلاة والسلام وحو أمرو دي رجاليين هورا لو تكدو وإن كليل دراني وچيرو وشار دي غلاباده وإن قبل كاسي وياهي قبل كليل لغو يقان هدو كليل حتى اتشيرو لكن قبل كو قبل مركة هورا كليلان چيريانو هاين سنة ما هابي لهين اندي بلو دي قبو غلالسو ها وإن وقفكو جماعكو تكنيو
هذا جماعة لا تكلين كريدة ويسكت تكلين جوري يسكت تكلينه ده بديك مايو لكن هذا مساجد ككوت تكلينه كريدة بقى كوت تكلينه وده بديك كراي لقب وسوق عليه مساجد كواي ركفوجي هاي ده مساجد كونه ويا هاي سيدني بيرو كو قاري كرو كليل انتا دبا آنو كودا عاي يدانا السنة ما عين دبلو ديگا بيلي لكن حديث كرسولك عليه الصلاة والسلام كينو يقنو كليل وحانا عين رسولكو مشهر دين إذا اشتد الحر ومور وايو كليل كدران قفكو ماشو دونا يا تشوغي قفك دي قد بو قلين يا كليلكو دي قد دا سنة وحي صابو نقون إسا إن قفك خشوع دي سوياراتو ساو جيت بالوس ونينو صلاة دي دي بنيقو واي ومن آخر الصلاة قفك صلاة دي بنيقو حتى وقع إلا ودعي بعضها صلاة دي بركيت خارج الوقت وقت يوب حي بغير عذر عذر دار لان عصا وفي لا عاس يامر كيسي خلافي بنقون ايا صلاة دي قدن إن وقت جيدا لغا سارا ما بنانا صلاة دا وحكم إذا وقت جد لقى صار ما بنانا وترى صلاة دا دبان ودي جيا صلاة دي آفر تايب صلاة صدق رجع عدود بان تكن يا وقت جد وتشوجا رجع عدا كله وقت جد وبحيها يسكن عدا ورد صلاة دا سقف كوي كان صحيح صح مرة هدي ويران رجع عد كم إذا وقت جد وتكدي أنت كلام وقت جد وبحيها عدا لكن وفق عذر دار الآن سيدا يلا ودم بابية عصابول سلادي صوابان صحدي ودن بابي ومن لم يعلم قف كان قرن هين وقتها سلادة وقت جيدي قرن ماي وساقف كحدنا وكله وجب عليه وحواجب أن يجتهد إنه كد داله في معرفة دخول وقت سوق جلستيس قرشديس بدراسة الساق عمرك دالك وعسكرية يعني واحد يجلس أما آخر أو حرفة أما شق حتى لو جت كذا أو في ميل بكو حري هاي قرحة أركي مايو هاد أركي مايو ساعد ما هايستو دول كوستي سكو حري بقى الصلاة دي كده عبيس وين تكمل وقتي هذه الصلاة الصدوق قرنية وينو هرتا مر هدان ويسقوا على مدي وقت جارك هين هدوه هلو عند جوكل سوية هاي أو وقت جي صلاة الجرارة يسوع شاكته وحواتي بقاين عدة وركيد كنت كده وحلام إذا أذان كبو مقلية وادن كأذام يا أنا وامد لجوكل صونان كره الله غاتينا وقت يدا ريقان شو يقولوا صافي ضرورة عادي قريه وحسب تيران وهذا كان هذا كيس أنا كنت كان كره إنه كنت كذا واتي بكت إنت عم إنه ما هيو هذا أنا مغلي ما هيو إلا وقتين وقت جي صلاة قرن يسوع شكتنا ما هيو حو يلي وحلو اجتهاد يود دالية حو كود دالية قرش هذا وقت جي اجتهاد كده وحو بعيني هاي وحلا عس كذا صامه وحو عسكرية وحو عسكرية صالحان دراسة وكلا قرآن أخرين وكلا بدراسة تنهي بقراءة وقرآن أخرين أما وردي وحورنا يتصالحان قرآن بو أخر استايو أما او دكرياه وحورنا يا صلاة المغرب هي صلاة عشاي نحدودة چوس بان أخرين تيرو چوس كواني قاعد دمية خلاص عشاي وصوك قلو تاسان كو قرانية أما صلاة عشاء المغرب هي صلاة عشاي نحدودة كون تيربان ورن تيري سبحان الله marka kunki waaniga idiyo khalas uu soo galay ishaay uu soo galay waxay lamida xirfa wuxuu oranaya duur iyo casir dhexdooda waxaan toli jiray 10 khamis 10 kii markuu talab xu garanaya inuu casir soo galay sooma ayuu ku garanaya ama waxa weeye waxaan sameen jiray duur iyo casir inta u dhaxaysa laba kursi baan sameen jiray waanay والله حد أما برا لما دي مستمية محو قرانا يا إنه عصر صوت قليب قرانا يا ومن فاته ورقفك ودافه فرض فرل صلاة فرلي بغير عذر عذر دار لان
وجب عليه واحد واجب كوا قضاء وقلين تسعى على الفوري سيدك دقا وقلين وقالها انا ديبو مسلي كرو ومسلي دي وراي نوشيقني وحنو قفك صلاة دي فرال كايد عذر دار يكون نافتا دنبابي مايو قالو هنا سيدك دقا وقوة اتشي مايو ديبو قلاو ديقن كرا قفك عذر دار لان كون نافتا ودنبابي قالو هنا مركبة وقوة اتشي بيه والقوات كان يتكين القوات كان يوجد بس لويلي وحنا واجب كوا حديد الصلاة ده قال له يقول لي عذر دار لان كنا في بدنيين وقت جي صعدة وين الصلاة كبيحيو وحيابها ضروري جا أيو مكرر بكرة سيدا ده مصروف كي كوا تبي شقين تيس يده واجبات كلا وقت جود وين السوق هاي سمين تود يده وحي لقى مرمان كانوا لشي سواسة هرددي عنتدي وحيابس لكن وحيابك كلا إنه كم مشقوله يدو صلاة فرلو قلال قل لي يهي وعذر دار لان مركوره وقت قوض وقا صاري لما أقوله حتى السنة ما تكن كرم السنة دل ميل بوسكا دقيا مره ديق صلاة فرلا وعذر دار لان وقت قوض وقا صاري قلوه دي لقل لي عيار إيه شاكا إيه ميلو فريستا إيه وحا شاك هذا الكيد دا وقت قوض وينو صلاة دي وضا إلا وسكا دمين حيابها ضروري قوم بلقس الربي قال الله أنا قال له كردي ما يدن بيجي صوما دن بيجي كردي ما يقال له دن بيجي وهو قرية يسجد دينه كتوبة كأنه أي واجب كشروط التوبة ولا يبعد عن صاول يدك كأنه سكفوا يستم وذي بعد شيلال كأنه جيلس سكر عاريه جوجو مركو داو مساجد قال يا ورنا يا سلادي شيلال كان قال لنا يا واي halka wax ku waramaya waqtiyada ay salaadu xaraantay salaada la isu diiday iyo salaada la isu diiday taay tahay ayuu halan kaga hadlaya wuxuu wa tahrumu salatu salati wa haran fi khamsati awqatin waqtiya shara oo qofka dadkadu ku dambabay salaadna u xirbimay saba la tanaqib shanta waqti sadh waqtiga loo eegaya waqtiga mar hadii la gaaro صلاة ممنوع بيكتي تممنوع كانوا أركضونا الله بانا وحلو إيجي يا فعل الصلاة صلاة سمينتي وصلاة ده مرة دوت كده أي صلاة دي حاران كان غرسة عند طلوع الشمس مرة قرحة صباح حيصو حتى ترتفع إلا يكر وكعده قدر رمح ورن قدر كي إن لك فيما إذا رولان سينك عين ولا موقته قرحة مرة صباح حيصو أي صابر موقت أما أي صوت بحربة لكن ورن قدر كي إلاك وأركتي ده نيجا أنا أقول كجوعين صلاة لقوم أقول وقت قص أنا واحد هذا إلا سو بحتان كذا لما تم دقيقة يكسر ريجان مركزهم بيكروا كعدي صلاة يكوب أنا نالس وياي ح وقت قص صلاة اللودي دي وما كوا قراءة عابودا ومركز السجودة أنا ده شيطان كنا جسيس وكوب بيجو سي سجود يسقى وغدعه كلو سجود يسقى ونخل وعند الاستواء هي سمد برتن كده مركي غادو في غير يوم الجمعه تمالنت الجمعه وحان كاين حتى تزول لما تكن كرو الا حق ودعه ويلان كرتو ووقت كان محل لو ديدين لتكدو مركي سمد برتن كده قرحد مريسو اي هركو شيغا او كبابو ووقت نار جهنم الله هوريو وعند الاسفرار هي مركي عصوص يلاتو حتى تغرب إلا يدعس ها عسرت كذا ما يان تكرين صلاة كذا وقت قال الله ما قلا هذا وقت قال الجارو وقت قال سنا وقت قال بعد كوا قرحة عابد أي سجودا شيطان كون ده سجود ده وديار جروبه صدق هذا وقت وحلقوش يجي حديث كعقبة بن عامر مسلم كوري سعيس رسولك صدق وقتنا نتكلم ونودي تشرموري markay qoraxdu soo baxaysay ay soo muuqato ilaa ay waran qadarkii kor u kacayso iyo markay marti u noqoto dhicitaan ee liiqa daay dhigto ilaa ay wada qarsoobiso iyo marka shayga taagani u bilaahad noqdo waayo de qoraxda samada bartikeeda ku beegano madaxiisa ku beeganto harma jirayo sadaxa waqti rasuulku inaan tukanno waa noo diiday وبعد الصلاة العصر رد عسر الدبادات
salaada casr marka uu tukado qofku dabadeed ayaa salaada xaaraanta xataa taqruba ilaa ay dhacayso aw bacda salaati subx salaada subax dabadeed markuu salaada subax tukado weeye xataa tatlaca shams ilaa ay qoraxdu soo baxayso waran qadarkiida ay kor u kacayso wabacda salaati alcasr iyo salaada casr dabadeed xataa taqruba ilaa ay qoraxdu ka dhacayso marka labadan waqti iyagu waqti loo eegi maayo salaadaa loo eegaya salaada subax markuu tukado ayuunbay salaadi xaaraan ka noqonaysa salaada casr markuu tukado ayay salaadi xaaraan ka noqonaysa haddii waqtiga casarku uu soo galo laakiin aanu weli casar tukan salaadi xaaraanka maaha hadduu waqtigii subxu soo galay oo weli salaadii subax aanu tukan salaadi xaaraanka maaha markaa saddexdoore waqti baa loo eegaya baynu nihi labadan dambana ficlu salaa salaadaa la sheegay tukashadeeda waa subax iyo casarka labadanna waxaa lagu sheegay xadiidka cabdillahi ibni cumar bukhaari muslim ay wariyeen laa salaata bacda salaati alcasri xataa taqruba ashams walaa salaata bacda salaati alfajri xataa tatlaca ashams waqtiga istiwaaga marka istiwaaga bartankeeda marayso waxaa laga soo reebayaa salaada jumce maalinka jumce maalinka jumce waqtiga waa la iska tukan karaa waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay qofka gurigiisa kusoo dahaaro qaata isku soo cadriya masaajidka yimaada oo tukada ilaa uu khadiibku ka soo baxayo ajarka uu helayaa buu sheegay marka macnaheedu waa maxay maalinka jumcaa ilaa ay khudbaddu bilaabmayso waad iska tukan kartaa xadiidkaa macnihiisu waa saa saa awgeed buu u yidhi fii gayri yowm aljumca ayib haddaba salaadaa laysu diiday waa kuwe shantaa waqti salaadii tusaale ahaan faralka ahayd qalla ahayd tusaale ahaan shantaa waqti ma la ogoli bilaa shak sunnayaashii maxaa la ogoli maxaa sidaan la ogolayn safiinaha indeele masalada kusoo dhiganee waxaa la yidhi ardayga waxaa ugu culus waa in la yidhaha masaladaas wayna soo martay sheek macalin kale waxaa ku culus kitaabku inuu yidhaha masaladaas way iman doontaa way soo socotaa masaladaas wayna may soo marin shanta waqti salaadaa laysu diiday waa kuwe haye waa salaada horta sunnaha ah ee aan lahayn sabab wax ku darde haye sabab mutaqadima ama muqaarina sabab ka horeysa ama la socota sababta la socota hadee waa dayax madoobaadka iyo qorax madoobaadku salaadaas sababteedu waa maxay waa inuu dayaxi madoobaaday qoraxdii inay madoobaatay dayaxii oo madow iyo qoraxdii oo madowna waa la tukanaya salaadaa shanta waqti laysuma diidin sabab la socotay leedahay salaada sabab ka horeysa li waa taxiyatu lmasjidki oo kale salaadka markaad gashaan ha fadhiisanin ilaa tukataan rasuulka soo maoran salaadaas sababteedu waa maxay waa gelista masaajidka tukashadii iyo gelista masaajidkana taba horeysa ya waxa horeysa gelista horeysa sabab mutaqadim bay leedahay salaada sunnaha eele sabab ka dambaysa shanta waqti laysuma ogola maxaa tusaale wa haye salaatu alistikhaara sababteedu way ka dambaysaa haddee waa ducada istikhaarada oo laba ragcood buu tukanayaa kadib buu ducaysanaya soo ma markaa sababtii baa dambaysa maxaa la mid a sunnatu alixraam xraamashada iyo salaadii xraamashada loo tukanayay xraamashadii oo sababtii baa dambaysa oo salaada sababta sunnaha ee sababteedu ay ka dambayso maxaa waqtiyada laysugu diiday waxaa laysugu diiday dee waxaa dhici karta sababteedii in la waayaba oo qofku intuu tukado waqtiyadan istikhaaradii haddana uu ka tago intuu tukado haddana inaanu xiraamkii samayn waa taas walaa yaxrumu xaaraan maaha buu ihi fiihaa shanta waqti dhexdooda maa salaadii lahu maa shaygii salaada ahaa ee lahu isaga u sugnaatay sababun sabab filxaal filxaal bimacanaa dee sabab iminka jirta sababtii mutaqadimka ahayd iyo tii muqaarinka ahayd buu ujeeda sababta mutaakhirka buu meesha ka saaraya wadalika taxiyat lmasjidi wey sababteedu way ka horeysa taxiyat lmasjidka iyo walkusuufi oo kusuufka sababtiisu way la socotaa oo sabab muqaarina
دون ركعتين استخارة لبا ركعة دوده مركا لدونين إلهي لبريا وصيد الرول إنو كوافتية لويديستو لبا دا إيقا مايا واختيانا لما أقلا وهي السبب وإليهين لبا دا ركعة لكن سبب تودو ومتاخر وصاب كدبيس ويحرم وحا حرانا ابتداء صلاة الصلاة لبلاوه بعد سعود الخطيب خطيبكم مركو كرد بدين في الجمعة مالن كجمعة دحدي على المنبر منبر كدوشي سو كرو غير التحية تحية المستك وحان كاهي هدو خطيبكم منبر كا كرو يانو خطبة دي بلاب بيه إن هذا مركا صلاة حرطة وحاران إن هذا مركا حرطة محالة قصوا الرابية تحية المسجد وخطبة دي هبصع وتعداد مساعدك سوق شو تحية المسجد واتكنس ولكن سليك لورن تري مساجد كسوق قال يدو النبي عليه الصلاه والسلام وخطبتين يا اسك فريستين رسول كو يقول مياتك كان سوري ما كعت كبره سوق غابي مره دي خطبه صوت مركو دي صلاه دي لبلاوه حارانه معناه دو واضح صلاه دي انتان وخطيبكم منبر كفولن وقفكم غلي يدو اسك دبيسنيا اللي مو بلابين يدا وقت قاموا بلعبين ويكون ريسي فصل تجب الصلاة صلاة واحد كو واجب تابوري على كل مسلم مسلم كسته وبالغ قنقارة وعاقل ميرقبة وطاهر طاهرة هل قمعوا كورا ميا شروطها قف كمركة لقاله أي صلاة كو واجبس هرتوا أين مسلم يا هاي وقف كقال كي كافر كأسل دين تسلام كأن سوبقلين لا تجب عليه وجوب مخاطبة وإنما تجب عليه وجوب معاقبة صلاتك لورن ما يرت إسلام بالورنية لكن صلاة الله أنت والله عقاب يا عقاب قال لي ماذا ديراتك عقابك قال لي ماذا ديراتك ورسولك يرت شهادتين كأقول هذاي كاي إعلان وش يا جنشان صلاة الله قفر ليه بينك يا مالنت معنى أنت أنا إسلام تكذا لورن ما ير الصلاة الله قبل يا مبابي كيرد مسلم كأن ترى الدين تكبحي كورما هدو الدين تكسر نقضه صلاة هذه ردة كرافي قلبها لورانية وهذه صلاة أنا صلاة واجب بيكوها يعني أنتم مسلم كها مركا يستصحب حكمها إلى وقت الردة حكم الإسلام كبل يعني إنك اللجوء وتشيدية الإسلام نمدو منو اختيار كيس أكون قلبه مركا إنه كبحنا لا ما أقوله هدو كبحي مركا انتا وردادا كوما قناوحي الصلاة دا فردا والا قربا سكد يدو يكد وانتا وينارك قف قانقاري واجب كوتي قف مير قبي واجب كوتي ظاهر وينيو قبردي حايد كلاما اللي فاس كلاهايد واجب كوما لبشر ديو كلاتشي روى سلامة الحواس قفكا دريمياشو إلي وبد قبال وقفكا هدو إلهي أبو رئيسكو اندلو دقلا صلاة دا واجب كوما سو صلاة سو برا يدي واندلا يوحو لبط فرالو قمت تسكرو وارو دغلا لا يعد مقلي ماي وهاي اسغونا حيدونا شرديا هدي كسو دريسه كور ريماس دغلا انتي اندلانت انتانو غراتسن هدي كسو دريين كي كدشبي لميدي اسغو غراتسدي هدي كسو دريين وكدوي شرديا لبا لباد انت كتاب كشيغي لو دراي وبلوغ الدعوه وين دعوه الاسلام قفكه اي غادي دان الدعوه الاسلام كغارين با الا اي غاري سو حو واجب كما ويجب حواجب كو على الولي قف كير كمسؤول كا اي امر انه فرع السبيه كان قان غارين بها صلاه انه فرع لسبع سنين مركو تدوب جيرسدو رسول كاي ضرورتي انه مركو تدوب جير نقدان تدوب جير غاران صلاه فرع ويضرب هو حواجب كو قف كير قف كمسؤول ككائن وقراعه على ترك الصلاة لانت إنه كقراعه لعشرين مركو توبن كيرسده وابن حجر السقوي حليه ومرك توبن ولا معدن أيهم بالو قراع كرا الرمل السقوي حليه مايا مرك السقال ولا معدن السنة كده توبناه دو بلعبه وهاي وحليه هاي صابت لو قراع يا مركو ده ده قراعه حوي سقال كير مركو قراعه waxa suurtowda inuu qaan gaaro uu ku qaan gaaro maxay bil ihtilaam sagaal jirinta ka horeysa
biyaha ka yimaada biyihi taranka ma noqon karaan, laakiin sagaal jir marka u dhammaadaan biyaha ka yimi biyihii taranka noqon karaan. Marka waa qof ay suurtagalta inuu qaangaar bayay sababta loo garaacay waa taas. Wasabiyatu inanta yarina ka sabiy inanka yaroo kale weeye. Waidaa balaqa markuu gaadho asabiyu ilmi yara markuu qaan gaadho, waidaa balaqa markuu qaan gaadho asabiyu ilmi yara aw tahurat ama ay daahir garowda alxaydu gabadhii xaydka lahayd aw inu fasaa umatii nifaaska lahayd aw afaaqa ama uu miyirsado almajnuunu kii waalla qabla khuruuji alwaqti intaan waqtigu bixin biqadri takbiirati in lagu takbiiran karaa iyadoo waqtigii ay ka hadhsantay wajaba waxaa waajiba qadaau tilka salaati salaada qalaynteeda waajib ku ah. Eeg salaadii oo waqtigeedii inuu allaahu akbar ku odhan karaa ugu yaraan ay ka hadhsan tahay ayuu qaan gaadhay, salaada inuu qalayaa waajib ku ah, ayuu waqtigeedii ayaa qaangaadh kusoo gaadhay. Gabadhii buu dhiiggii ka go'ay iyadoo salaada waqtigeedii qadar ay ku xidhan kartaa ugu yaraan uu ka hadhsan yahay, salaada waa inay qallayso. Wuu miyirsaday iyadoo salaada waqtigeedii in yar oo ah uu ku takbiiran karaa ay ka hadhsantay. Waxay leeyihin mar hadduu salaada waqtigeeda qadru takbiirat alixraam uu ka soo gaadho waqtigeedii qof soo gaadhay weeye, marka waa inuu qalleeyo. Wayajibu waxaa waajiba aydan ku noqoshee qadaau lfardi faralkii in la qalleeyo alladii kaasoo qablahaa salaadan waqtigeedii wax ka soo gaadhay ka horreeyey. Idaa kaana hadduu yahay faralkaa ka horreeyey duhran oo salaadu waqtigeedii in yar ka soo gaadhay waa casar iyadoo u qallaynaya sooma, faralkii ka horreeyey duhurkaana wuu la qallaynayaa. Aw maqriban ama uu salaadan uu waqtigeedii wax ka soo gaadhay ay tahay maqrib ay tahay. Haa, marka masaladan waa masalo kaloo taaro xidhiir la leh. Waa inagaa nidhi hadduu salaadii casar waqtigeedii wax ka soo gaadho qadru takbiirat alixraam ka soo gaadho iyadoo horta uu qallaynaya, wuxuu leeyahy duhurkii ka horreeyeyna waa inu qallayo. Oo labadaas salaadood waqti bay wadaagaan oo waqtulcudrigay wadaagaan, waa tala jamcin kara dee sooma. Marka waqti ay wadaagaan mar hadduu jiro, mar haddii midkood waqtigeedu wax ka soo gaadho tii kale inuu ka soo gaadhay bay ka dhigantay. Haddii uu cishaa'igii waqtigiisii ka soo gaadho qadra takbiirat alixraam, cishaa'igaa waa qallaynaya saynu sheegnay, maqribkina uu qallaynaya. Oo labadaas salaadu iyaguna waqtulcudrigay wadaagaan, waa tala jamciyade roobka awgii iyo safarka awgii waa taloo jamciyo. Waidaa dakhala hadduu soo galo alwaqtu waqtigii, wamada oo uu tago, qadrumaa in qadarkeed yu'addaa la gudan karo fii dhexdiisa alfardu salaada faralka, salaada waqtigeedii waa soo galay, waqtigeedii waxaa tegay in salaadaa lagu tukan kareeyey. Thuma xadat ilmardatana gabadhii axaydo iyadoo weli aan tukan, aw nufisat ama ayda umushaba aw junna ama qofkii uu waasho qabla salaata salaadii ka horbay intaasiba dhaceen, wajaba waxaa waajiba qadaau tilka salaah salaadaa in la qalleeyo. Oo qof haddana waxaa laga hadlayaa qof salaada waqtigeedu usoo galay oo salaada waqtigeedii isagoo weli aan tukan ayaa salaada waqtigeedii waxaa tegay qadar uu ku tukan karayey oo salaada u qaadayey, markaasaa qofkii waxaa la soo darsay wixii salaada u diidayey, waali baa la soo daraystay, xayd baa gabadhii ku yimi, nifaas baa ku yimi. Salaadaas waa salaad qofkaasi waqtigeedii uu soo gaadho ku waajibtay weeye. Marka hadhow markuu miyirsado salaadaa qalleeda waa lagu leeyahy, oo salaadii waalida ku dhaafay la mid maah, ila isagoo miyir qabo waqtigeeda usoo galee. Gabadhaasina hadhow markay daahir gado salaada way qallaynaysaa, ila iyadoo daahira salaada waqtigeeda usoo galay inay tukataana suurtagal bay u ahayd. Laakiin ka warrama hadduu waqtigeeda usoo galo oo iyadoo waqtigeedii in lagu tukan karaaba aanay tegin, xaydki yimaado ama nifaaskii ama waalidii qallaba waajibaya maya. Wallahu aclam. Wa sala allahu cala nabiyina Muxamedi wacala alihi wasaxbi wasalama tasliima kaiira.